لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. قال ابن كثير رحمه الله، يقول تعالى: وكم أهلكنا قبل هؤلاء المنكرين من قرن هم أشد منهم بطشا، أي كانوا أكثر منهم وأشد قوة، وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها. ولهذا قالها هنا: فنقبوا في البلاد. قال ابن عباس: أثروا فيها. قال مجاهد: ضربوا في الأرض. قال قتادة: فساروا في البلاد، أي ساروا فيها يبتغون الأرزاق والمتاجر والمكاسب أكثر مما طفتم أنتم فيها. ويقال لمن طوف في البلاد نقب فيها. قال امرؤ القيس: لقد نقبت في الآفاق حتى رضيت من الغنيمة بالإياب. وقوله هل من محيص، أي هل من مفر كان لهم من قضاء الله وقدره، وهل نفعهم ما جمعوه ورد عنهم عذاب الله إذ جاءهم لما كذبوا الرسل. فأنتم أيضا لا مفر لكم ولا محيد ولا مناص ولا محيص، لا مهرب. الحاص هرب. وقوله إن في ذلك لذكرى، أي لا عبرة لمن كان له قلب، أي لب يعي به. قال مجاهد: عقل أو ألقى السمع وهو شهيد، أي استمع الكلام فوعاه وتعقله بقلبه وتفهمه بلبه. قال مجاهد: أو ألقى السمع، يعني لا يحدث نفسه بغيره وهو شهيد. وقال شاهد بالقلب. قال الضحاك: العرب تقول ألقى فلان سمعه إذا استمع بأذنيه وهو شاهد يقول غير غائب. وهكذا قال الثوري وغير واحد. وقوله: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، فيه تقرير المعاد، لأن من قدر على خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن قادر على أن يحيي الموتى بطريق الأولى والأحرى. هو النص على المبدأ وهو حجة على المعاد. أما الآية فقد قررت المبدأ مع كمال قدرة الرب. قال قتادة: قالت اليهود عليهم لعائن الله، خلق الله السماوات والأرض في ستة أيام ثم استراح في اليوم السابع، وهو يوم السبت، وهم يسمونه يوم الراحة. فأنزل الله تكذيبهم فيما قالوه وتأولوه. وما مسنا من لغوب، أي من إعياء ولا نصب ولا تعب، كما قال تعالى في الآيات الأخرى: أولم يروا أن الله الذي خلقه أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى
بلى إنه على كل شيء قدير. وكما قال لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، وقال أنتم أشد خلقا أم السماء بناها. وقوله فاصبر على ما يقولون، يعني المكذبين، اصبر عليهم واهجرهم هجرا جميلا، وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. وكانت الصلاة المفروضة قبل الإسراء ثنتان، قبل طلوع الشمس في وقت الفجر، وقبل الغروب في وقت العصر. قيام الليل كان واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أمته حولا سنة، ثم نسخ في حق الأمة وجوبه، ثم بعد ذلك نسخ الله ذلك كله ليلة الإسراء بخمس صلوات، ولكن منهن صلاة الصبح والعصر، فهما قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. هو الإمام أحمد عن جرير بن عبد الله قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر، فقال: أما إنكم ستعرضون على ربكم فترونه كما ترون هذا القمر، لا تضامون فيه، فإن استطعتم أن لا تغلوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ففعلوا. ثم قرأ: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. رواه البخاري ومسلم وبقية الجماعة. وقوله ومن الليل فاسجد له، ومن الليل فسبحه، أي فصل له، كقوله ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. على كلام ابن كثير أن هذا قبل نزول الصلوات الخمس. وأدبار السجود، قال ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس: هو التسبيح بعد الصلاة. والتسبيح المعروف أدبار السجود، يعني بعد انتهاء الصلاة، سمى الصلاة سجودا لجزء من أجزائها، كما تسمى الركعة ركعة لأن الركوع جزء من أجزائها. ويؤيد هذا ما ثبت في الصحيحين، يؤيد أن المقصود عن قول ابن عباس التسبيح بعد الصلاة، يؤيد هذا ما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة أنه قال: جاء فقراء المهاجرين فقالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، بالدرجات العلى والنعيم المقيم، ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم، أهل الأموال. فقال: وما ذاك؟ قالوا: يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون ولا نتصدق، ويعتقون ولا نعتق. قال: أفلا أعلمكم شيئا؟ إذا فعلتموه سبقتم من بعدكم، ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من فعل مثل ما فعلتم، تسبحون وتحمدون وتكبرون دور كل صلاة 33. قال: فقالوا: يا رسول الله، سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله، قال: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. والقول الثاني أن المراد بقوله وأدبار السجود هما الركعتان بعد المغرب. روي ذلك عن عمر وعلي وابنه الحسن وابن عباس وأبي هريرة وأبي أمامة، وبه يقول مجاهد وعكرمة والشعبي والنخعي والحسن وقتادة.
وغيرهم. قال الإمام أحمد سنده عن علي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على إثر كل صلاة مكتوبة ركعتين إلا الفجر والعصر. قال عبد الرحمن دور كل صلاة. صححه الشيخ أحمد شكر. رواه أبو داود والنسائي. وروى ابن أبي حاتم إسناد فيه ضعف. عن ابن عباس قال بت ليلة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين خفيفتين اللتين قبل الفجر ثم خرج إلى الصلاة. فقال ابن عباس ركعتين قبل صلاة الفجر إدبار النجوم وركعتين بعد المغرب أدبار السرود. رواه الترمذي. وقال غريب رشدين ضعيف ضعف هذا الحديث ابن حجر في الفتح. حديث ابن عباس أنه بات في بيت خالته ميمونة وصلى تلك الليلة مع النبي صلى الله عليه وسلم 13 ركعة ثابت في الصحيحين وغيرهما. فأما هذه الزيادة هي ركعتان قبل الفجر وإدبار النجوم وركعتان بعد المغرب أدبار السرود، يقول هذه الزيادة فغريبة لا تعرف إلا من هذا الوجه. ورشدين ابن كريب ضعيف لعله من كلام ابن عباس موقوفا عليه. نقول عن ابن عباس عن طريق من طريق مجاهد أنه التسبيح عقب الصلاة أدبار السجود أعم وأظهر. والله أعلى وأعلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.